ابو علي، تعالى نبدا بالنادي الاهلي وتحديدا ما قيل عن نيه النادي الاهلي التعاقد مع مهاجم اخر في يناير، يعني بعد موديست والصفقه الطويله والبحث الكثير حول مهاجم وفي الاخر جه موديست. الاهلي لسه او مارسيل كولر تحديدا لسه عايز مهاجم تاني ممكن يجيبه في يناير. انا قلت خبر من شويه انه الاهلي بيفكر في مهاجم تحت السن اجنبي، هل في معلومات اخرى؟ هو اللي اتقال نصا ان الاهلي بيفكر في مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، وان الاهلي دخل في مفاوضات بالفعل مع الاتحاد وكلام كده. انا سالت ما بقوله بس للعلم هو عنده 31 سنه بالزبط. هو مهاجم رائع جدا وافضل مهاجم اجنبي في الدوري حاليا بصراحه، يعني بالظبط، وواحد من اللعيبه اللي يعني اثبتوا حقيتهم بالتواجد في الدوري المصري، انه من السنه اللي فاتت هو محافظ على مستواه مع بدايه الموسم، كمان السنه ده 4 اهداف، فبيأكد انه لعيب مهاجم على مستوى عالي وجدير انه يبقى من هدافين الدوري المصري. فانا سالت على قصه مابولول وكلمت الناس في النادي، نفوا القصه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي نفوا القصه وقالوا ما فيش اي مفاوضات مع مابولول على الاطلاق، وما دخلناش مفاوضات ولا في نيه اصلا للتعاقد مع اللاعب، وان وارد يبقى في نيه فعلا في حته المهاجم، لكن ممكن يبقى مصري، ولو في حد يجي ممكن يبقى تحت السن، هيبقى في اجنبي تحت السن مركز تاني غير المهاجم. لو هيجيبوا اجنبي تحت السن ما يبقاش مهاجم، مش هيبقى مهاجم. في كلام انه ممكن يجي مهاجم من مصر، مهاجم مصري، يعني لحد دلوقتي ما اتحسمتش، لكن العين على لعيب بعينه، يعني الاهلي مركز معاه، ووارد ان الاهلي يتعاقد معاه في يناير لو النادي بتاعه وافق وبقى موجود مع يبقى يعني في مفاوضات تنجح مع النادي بتاعه، خاصه النادي ده يعني دايما في مشاكل كده بينه وبين الاهلي ما فيهوش بسهوله، فهنشوف القصه هتمشي ازاي. هو النادي فك الكويت صح؟ مين النادي؟ اقول انا؟ طب اقول انا، اقول مين المهاجم ممكن يبقى؟ مروان حمدي؟ لا. لا لا مش مروان حمدي، مين؟ احمد امين اوفا. اوفا ابني؟ مهاجم كويس جدا. طبعا، وخلاص اللي خلص على احمد امين اوفا السنه اللي فاتت، خلوش جه الاهلي والاهلي دخل فيه ماتش الاهلي وابني السنه اللي فاتت. ظهر بشكل مش احسن حاجه وخلى مارسيل كولر خد عنه انطباع، لكن اللاعب الماتش اللي لعبه قدام النادي الاهلي بالرغم من خساره انبي، لكن لما نزل ظهر بشكل كويس جدا، اقنع الناس كلها، فخاصه انه كانش عمل فتره الاعداد مع فريق انبي وكان بعيد بسبب الاصابه، لكن نزل وظهر بمستوى كويس، فهتتم متابعته من الفتره الجايه دي من هنا ليناير، واللاعب عنده رغبه حسب ما عرفت انه يبقى موجود في النادي الاهلي كمان. طيب، تاكيدا على كلامك في قصه مابولولو، كان معايا احد المسؤولين في نادي الاتحاد السكندري قبل نهايه الانتقالات الصيفيه، وقال انه مابولولو كان عنده عرض ب1,000,000 دولار في الخليج، والاتحاد السكندري رفض هذا العرض، فبالتالي حتى لو هيبيعه للنادي الاهلي فهيبيعه اكتر كمان ب1,000,000 دولار، ده لو الاتحاد عنده رغبه انه يبيعه اصلا، فالاتحاد كمان من ناحيه اخرى هو ما عندوش رغبه. بص، هو الاهلي عنده مشكله كريم، او مش مشكله يعني، هو عنده دلوقتي 5 لعيبه، او العرض كان من ليبيا يعني مش الخليج، عشان قلت من الخليج بالظبط، 5 لعيبه اجانب، موديست وبيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج ومعاهم رضا سليم، بخلاف محمد الضاو كريستو تحت السن. فانت بتيجي تلعب او تخش الماتشات بتبقى ملتزم ان انت تاخد 5 لعيبه فقط اجانب، فانت دلوقتي تخيل ان انت بتفكر تجيب مابولو، طب هتجيبه على حساب مين؟ مظبوط. مين لا. مين في قائمه الاهلي او القائمه بتاعت الاجانب في النادي الاهلي؟ هتمشي علي معلول؟ لا طبعا مستحيل، انت اصلا يعني بتفكر كمان ان انت ممكن تدي علي سنه كمان لو فنش الموسم بشكل كويس تجدد له سنه، يعني في كلام بيطرح دلوقتي. ديانج صعب، ديانج مفيش غنى عنه، راجل مقتنع بيه جدا. رضا سليم مش موديست وانت جايبه، رضا سليم وموديست مستحيل تجيبه وتمشيه في يناير، وبيرسي تاو ما خلاف ان هو من افضل اللعيبه المحترفين اللي اسمه هيفضل مسمع مع الاجانب اللي جم لعبوا في الاهلي، ودول قليلين او مش كتير يعني. فهو فعلا هي مش منطقيه بس في الربط، مش عشان انه مابولولو مستوى قليل يعني، لا خالص، احنا اتفقنا ان هو لعيب كويس ولعيب قوي ومن المهاجمين اللي سابوا بصمه في الدوري المصري، لكن مفيش نيه خالص للتفاوض مع بولولو او يبقى موجود في النادي الاهلي في يناير كما يقال من بعض الزملاء الصحفيين. عظيم.